اتكلمنا النهارده عن الهدف من زياره ورقه تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين للعاصمه الاداريه الجديده، ايه الهدف من الزياره؟ وحدثينا عن الاجواء اللي بتتم خلال الزياره. تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين حبت ان هي تبقى موجوده على ارض الواقع في العاصمه الاداريه، اكبر حدث بنتكلم عنه كلنا سواء داخليا او خارجيا. حبينا نشوف التطور اللي حصل فيها، يمكن لان احنا كشباب تنسيقيه حضرنا هنا في فندق الناسا مع بدايه العاصمه الاداريه، مع وجود الكاتدرائيه ومسجد الفتاح العليم، وفندق الناسا ما كانش لسه موجود اي حاجه تاني في العاصمه الاداريه. فلما سمعنا وكل الاخبار بتتكلم على ان الحكومه هيتم نقلها خلال شهور للحي الحكومي، وان العاصمه هتفتتح مع بداية العام القادم، ففي فرق بسيط جدا من الوقت. حبينا نيجي نشوف على أرض الواقع هذا المشروع العملاق الضخم اللي لولا الإرادة السياسية ما كانش هيبقى موجود بهذه الصورة. وفعلا يمكن حضراتكم كلكم شايفين وكل الزملاء شايفين دلوقتي، شفنا مجلس النواب موجود على أرض الواقع، بداية إنشاء مجلس الشيوخ. لو حضراتكم شايفين مجلس الوزراء وكل الوزارات يعني جاهزه لاستقبال الحكومه فعليا، فكره ان احنا اصلا موجودين هنا علشان نعرف ايه اللي بيميز العاصمه الاداريه او سبب وجودها اصلا. احنا لازم يكون عندنا جزء استثمار في مصر كبير، لازم يكون عندنا مدينه مغطاه كاملا بكافه التجهيزات الحديثه والتكنولوجيا، وفي نفس التوقيت بيبقى موجود فيها مثلا مدينه زي وفيها متاحف وفيها مسارح، يعني نظام عالمي. فاحنا بنواكب التطور اللي بيحدث في العالم من خلال العاصمه الاداريه الجديده. فانا سعيده جدا جدا باللي انا شايفاه من تطور في خلال وقت بسيط جدا. يعني انا كنت هنا فعليا من سنتين ما كانش ده قدامي كله موجود، بس فعلا احنا في غايه السعاده بهذا التطور اللي حصل في العاصمه الاداريه واللي بقى اصبح موجود على ارض الواقع. والاجمل ان هذه المساحه الكبيره هي الجزء الاول من او المرحله الاولى من مراحل العاصمه الاداريه اللي تعتبر بنسبه 40% من المساحه الفعليه كامله. فبجد يعني انا سعيده جدا بالتطور اللي موجود، وعايزه اقول للناس ده حقيقه مش مجرد ان هو كلام او تسويق، لا دي حقيقه وواقع واحنا كلنا موجودين فيه.